تميزت من اول ما طلبت. بس قبل رح اطلب كمان منا السفير الكوري او سفير كوريا لي يونغ ها. السفير الكوري تميزت بإطلالتها الحلوة، تميزت بعفويتها وبرقة وعذوبة صوتها. نجمة وين ما تكون بتلفت الأنصار، جمال تواضع وكمان تميز بالتمثيل وجمهور كمان وجمهور كثير. إضافة إنه عندها تميزت بمصر بالتمثيل وتميزت بلبنان بالتمثيل. أفضل ممثلة لعام 2009 بمصر من خلال الافلام اللي لعبتها والتمثيل اللي اكثر من رائع مثلت فيه الممثله اللبنانيه بمصر، اضافه لمسلسل كسر الدنيا مؤخرا وهو مسلسل ساره. انت ما رح تقول الاسم، انت قول الاسم. عم يعمل كيف؟ اضافه للعمل الغنائي اللي تميزت فيه والاثباتا اللي تميزت فيهم نجمة التمثيل لعام 2009 النجمة سريع. الله